سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال سلام 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 أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
قال سلام قال سلام قال سلام قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال سلام قال سلام قال سلام قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال سلام 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 أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال سلام قال سلام قال سلام قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال سلام قال سلام قال سلام قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد
وإنني بريء مما تشركون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على نوح في العالمين
إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال سلام 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 أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.